هلا في الجزء الثاني بدنا نحكي عن اللي هو الالجوريثم تاع الديسيشن تري اللي هو اسمه اي دي 3. هو عاده كلمه اي دي 3 بتعني يعني هو اسم الالجوريثم اللي بيعمل الديسيشن. هلا هي السودو كود تبعه بندخلش فيه بالتفصيل. احنا هذا السودو كود تاع الالجوريثم، بس اللي بدي اقول لكم اياه انه هذا الالجوريثم تم اكتشافه سنة 84. هذا في عالم الإحصاء، يعني في مش في الكمبيوتر ساينس. في 84 تم اكتشافه بالإحصاء، هم اللي عملوه. في 86 انعمل من قبل تعليم الكمبيوتر ساينس أو تعليم ماشين ليرنينج. كثير قديم هذا، شايفين كثير قديم الألجوريثم. طبعا ليتر في ليتر في سنة 93 طلعت فيرجن جديدة منه اللي هي 4.5 و 5 حتى بعدين، وهلا بحكي الفرق بينه. إذا شو فكرته؟ إنه بأخذ الحالات اللي بتكون فيها different classes بتكونش بيور، ويكي وي select split condition that maximize the gain of purity. ومن ضمن يعني من ضمن نقسم تصير بيور، يعني هون كسبناهن صارت هنا يعني نص بيور وهنا نص بيور، بعدين بنضل نقسم تصير كلها بيور. هلا هذا الالجوريثم اللي هو اللي بنسميه ايش؟ اي دي 3. نفس الالجوريثم تم تطويره في سنه، او مش في سنه، بعرفش في اي سنه، بس انه هذا في كنا في 93، وبعدين ليتر طلع نسميه سي 5. سي 5 هذا اسم الالجوريثم، هو الفيرجن الجديد منه انه بتعامل مع الكونتينيوس فاليوز. يعني لو قلت له عمر الشخص او طوله او الى اخره، شو بيساوي؟ بتعامل معاه، بس ما بتعامل معاه برضه كفاليو، هو بتعامل معاه ستيل كاتيجوريز. يعني اذا عندنا الايج، ممكن يكسب الايج مثلا بين ال 20 وال 30 انه يس ولا نو، فبصير يتعامل مع رينجز اوف داتا. يعني مش اكزاكت الفالوز تبع الداتا، بتعامل مع رينجز اوف داتا. وهيك صار الالجوريثم هو المستخدم حاليا خمسه بصراحه. معظم اللايبرريز اللي بتستخدموها في الار او في البايثون او في الاوكتيف، هو احنا متعامل مع فيرجن خمسه من الالجوريثم. هاي لمحه عامه عن الالجوريثم ان جنرال. هلا عاد بدنا ندخل في الثيوري تاعت الالجوريثم.